الفلسطينيين. عملية انتخاب ناصر الأمين العام للجبهة الشعبية أصدرت عن النتائج التالية: عدد المسجلين 2097 مؤتمنا، عدد الأصوات المعبر عنها 1870، عدد الآراء الصحيحة 1816، عدد الأوراق الملغاة 54 ورقة. وكما تعلمون، ترشح لمنصب الأمين العام للجبهة الشعبية مرشحين هما الأخ إبراهيم غالي سيد مصطفى، الأخ البشير مصطفى السيد. وبعد انتهاء اللجنة من فرز الأصوات في جميع المكاتب وتجميع النتائج بشكل جماعي وبحضور كل أعضاء اللجنة، كانت النتائج كالتالي: تحصل الأخ إبراهيم غالي سيد مصطفى على 1253 صوتا، تحصل الأخ إبراهيم غالي سيد مصطفى على 1253 صوتا، بما يعادل 69% من الأصوات المعبر عنها. فيما تحصل الأخ بشير مصطفى السيد على 563 صوتا. فيما تحصل الأخ بشير مصطفى السيد على 563 صوتا، أي ما يعادل 31% من الأصوات المعبر عنها. وعليه كل من رجاءً اللي عنده لجنة فيه خدوا عن مقرر اللجنة كمل. وعليه فإن لجنة الانتخابات للمؤتمر 16 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووديدها تعلن الأخ إبراهيم غالي سيد مصطفى أمين المحامي كل شرف يا عمر، شكرا. وعليه فإن لجنة الانتخابات للمؤتمر 16 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووديدها تعلن الأخ إبراهيم غالي سيد مصطفى أمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووديدها.